صباح الخير مشاهدينا، والتقرير جديد من برنامج يوم في الخير. النهارده من محافظه القليوبيه وبالتحديد من مركز توخ قريه جنبسين، جينا علشان حفل تكريم الاوائل الحافظين على القران الكريم. جينا النهارده علشان نغطي اجواء الاحتفاليه، فالى هنا. اولا بنحب نرحب بالشيخ طارق ابو يوسف في برنامج يوم في الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا انت ومن معك جميعا. والحاج محمود عبد الصمد شيخ البلد، بنرحب بحضرتك في برنامج يوم في الخير. الله يبارك فيك يا ست الكل، الله يكرمك وشرفتونا ونورتونا انت واسره البرنامج جميعا. ربنا يخليك يا فندم، الشرف لينا بجد اكتر من رائع، واحنا لينا الشرف ان احنا النهارده نتشرف بوجود يعني بوجودنا معاكم. انا بس حابه النهارده يعني يا شيخ طارق تكلمنا عن الاجراءات اللي انتم مثلا بتاخدوها علشان تخرجوا وتنظموا الحفل بالطريقه الرائعه اللي احنا شفناها النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، هذا الحفل المبارك الكريم قام عليه الحاج عبد الحكم الشاعر جزاه الله خير الجزاء، والحاج محمود عبد الصمد الشيخ مشايخ القليوبية، وأنا بقولها لأن أنا عارف أنه أدها وأدود، خدت بال حضرتك، والأبلة ليلى فوزي عبد المعطي، وجميع الأستاذ محمود الشيخ محمود والشيخ إسلام والشيخ عبدود برضو شيخنا وأستاذنا الكبير الجليل الذي قام بالتعليم من الصغر إلى الكبر. وهذا مكان تعليم، وقد قال فيه الشاعر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول الشاعر الحكيم في شأن هذا المكان، لأن مكان علم، مكان نور، مكان أدب، مكان احترام، مكان تعليم القرآن، وأفضل شيء في الكون كله تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والشاعر يقول في شأن العلم: وما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. فهذا المكان المبارك أنشئ منذ 1991 عام، منذ 1991 عام، يعني ما يقرب من 29 عاما على حفظ كتاب الله. قام عدة أجيال، خرج أجيالا حافظين لكتاب الله، عاملين بسنة رسول الله. وندعو الله عز وجل الأستاذة ليلى والشيخ محمود والشيخ إسلام وجميع الحاضرين والأستاذة هند وجميع الحاضرين، كل من قام على تحفيظ كتاب الله وسنة رسول الله جزاهم الله خير ألف الجزاء وألف الشكر والواجب. أنا النهاردة برضو يعني حاج محمود ده كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني التعليم الحقيقي أو إن دلوقتي رسالة حضرتك لكل أولياء الأمور اللي نفسهم إن أولادهم يتعلموا القرآن الكريم، يعني من سن كام مثلا؟ بنقول لأولياء الأمور من سن 3 سنين على أساس الطفل يبقى يعني يعرف إدراك نفسه، يحافظ على المكان ونظافة
ثقافه المكان وحتى يستوعب التعليم. والحمد لله عندنا هنا اطفال كتيره جدا، ثلاث مراحل شغاله، الدار شغاله ثلاث مراحل من الساعه 9 صباحا الى الساعه 10 مساء، ثلاث مشايخ بيحفظوا الاولاد، وبسم الله ما شاء الله يعني حاجه. حتى اضافه للنهارده كان حاجه تفرح جدا جدا للبلد وللناس اللي حواليها كلها، والناس اللي شرفونا زي الشيخ طارق اللي هو بيساعدنا على الحاجات اللي زي كده، حاجات الخير، وانتم برضو شرفتونا ونورتونا. وشفتوا حضرتك ان في يعني ان شاء الله جدوى حلوه قوي قوي، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العمل في قائم في جميع البلاد والعزب والكفور والاماكن المختلفه. اطلب من الله ان يكون هذا مثل هذا المكان كثيرا وكثيرا حتى ينتصر الاسلام. حيث يحين الان اللقاء وحديث القلب والروح مع فضيلة الشيخ طارق سعيد أبو يوسف، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، فليتفضل مشكورا. فأنا أشكركم جزيلا حق الشكر وحق التقدير، ولكم كل الرعاية والحفظ والكلاء، وجزاهم الله خيرا، وجميع الحاضرين والمحفظين والعاملين على هذا المكان. وأرجو رجاء واسعا، رجاء حارا، ان كل بيت يجيب اولاده يعلمهم القران، لان اللي ما يتعلمش القران ويحفظ القران، سيدنا النبي بيقول ايه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكر الله افضل الذكر قراءه القران. فاكتفي بهذا. اللهم ارزق عنا من الاهل القران، اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونورا لابصارنا وذهابا لهممنا واحزاننا، اللهم ثقل به موازين حسناتنا، اللهم اجعل القران لنا في الدنيا اماما وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الجنه من الخيرات واحسانا. اللهم يسر للحاضرين جميع الاسباب، اللهم اجعلنا احوه متحابين متالفين متماسكين مستمسكين على كتاب الله وعلى سنه النبي الأعظم محمد رسول الله. اللهم ارزقنا جميعا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب اليتامى والمساكين اللهم ارزقنا جميعا شهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك الأمين. اللهم جنبنا الفتن في هذه الأيام ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لي في الحاضرين جميعا وزدهم خيرا ونورا وبركة، وجزاهم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبرده كان معانا من احد القائمين اللي شرفونا النهارده في الحفله، ممكن تعرف نفسك اكتر للمشاهدين؟ احمد محمد الشاعر، ابن صاحب هذا المكان. عبد الودود الديب، القائم بالاشراف على تحفيظ القران الكريم بقريه كومبتين. واحنا متعاونين جدا، احنا بنحتاجش حاجه، الاهالي كلها اللي متكفله بكل حاجه، بمصاحف، باجزاء للاطفال الصغيرين، وبنشرف على التعليم في الثلاث مراحل اللي هم موجودين في اليوم بحاله. وبنشكر الحاج عبد الحكم اللي هو قائم على هذا المكان وموالي هذا المكان وموالي الأطفال الصغيرين والكبار. وهذا المكان خرج ناس كتير جدا حفظوا القرآن الكريم وتكرموا وخدوا شهادات وتكرموا وكرمهم هذا المكان، وهو الأستاذ عبد الحاج عبد الحكم عن أبوه عن جده، يعني جده كان حافظ القرآن وهو اللي كان متعلم في البلد وكان بيحفظ القرآن، وأبوه رحمة الله عليه كان برضه هو بيحفظ قرآن في نفس المكان في نفس البلد. يعني حابين إن حضرتك تكلمنا أكتر عن أجواء الحفل النهاردة، حفل التكريم، العاملين عليه إزاي مثلا النهاردة، يعني بتبتدوا إن أنتوا ترتبوها أو تنظموا الموضوع بحيث إن هو يعني يخرج بأفضل شكل؟ هو بداية بداية تحفيظ القرآن كانت فكرة نبعة عن الحاج عبد الحكم بعد وفاة والده في سنة 91، وكان والدي رحمة الله حافظ لكتاب الله، وكان من خطيب المسجد بهذه القرية. فكان الحاج عبد الحكم قال احنا خسرنا حاجة كبيرة جدا، وهي تلاوة القرآن داخل البيت ده. فقال لازم ولابد ان يفضل تحفيظ القرآن وتلاوة القرآن في هذا المنزل الى ان يشاء الله، بداية من الشيخ حمادة الصعيدي رحمة الله عليه.
إلى انتهى بنا الأمر لحضراتكم شفتوهم الأستاذة ليلى محمود والأستاذة هند. نيابة عن زملائها بتقديم شهادات الشكر للسادة السيد محمود عبد الصمد علام رئيس المجلس. تفضل شيخ محمود. تفضل. السيد محمود محمد غزال نائب رئيس المجلس. قبل ليلى تفضلي. قبل ليلى تعالي. قبل ليلى تفضلي. السيد عصام سلامة الدين عضو امين سن المجلس. سقف الحاج عصام يا جماعة وسقف لكل الناس اللي شافونا النهاردة. والآن مع المنشد الديني الجميل إسلام حلاوة. برحب بحضرتك يا إسلام. ربنا يخليك يا أستاذ ماما. أهلا بيك. طبعا يعني إسلام أنت طلعت معنا قبل كده في برنامج يوم في الخير وطبعا ما شاء الله عليك. كلمنا النهاردة يا إسلام عن أجواء الاحتفالية بتاعتنا النهاردة اللي احنا بنشوفها. والله انا مبسوط جدا يعني مبسوط جدا باهل بلدي ومبسوط باخواتي الطلبه طبعا اللي حافظين القران يعني دي حاجه تشرف جدا وانا بتشرف جدا جدا بيهم قدام الناس. لذلك انا حبيت طبعا وجودكم هنا عشان نطلع للدنيا كلها تبان ان في قريه كومبتين حافظت القران ما شاء الله ملائكه الرحمن زي كده ما شاء الله عليهم يعني فربنا يحفظهم ودايما مشرفينا كده ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يعني في طبعا اكيد حاجات جديده طبعا وحاجات جميله جدا تحصل ان شاء الله تاني باذن الله هتحصل قريب ان شاء الله تاني لكل طلبه حافظ القران كان باذن الله. طبعا اسلام ما كانش ينفع النهارده ان احنا نيجي من غير حاجه فرديه بقى كده تسمعنا صوتك الجميل اللي طبعا اكيد كل المشاهدين بيبقوا نفسهم ان هم يسمعوا صوتك. سمعنا ايه بقى؟ واجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرؤا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. شكرا جزيلا يا اسلام حلاوه المنشد الديني. والان مع محفزين طلابنا الجميل الاستاذه ليلى. بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا حابه ان انا النهارده اسالك استاذه ليلى يعني برضو الطفل بطبيعته ان هو يعني مثلا الحركه بتاعته بتبقى كتيره بيبقى مثلا غير منظم. ازاي بتقدري ان انت تتعاملي مع الاطفال وازاي ان انت بتقدري ان انت تحفزيهم على حفظ القران؟ سبحان الله. والطفل من نفسه عارف قيمة القرآن ومدى ما انه دخل مكان يحفظ في قرآن عارف انه داخل مكان له هيبة له مكانة مش اي مكان له شقاوة. لا الطفل بيدخل هنا ملتزم وبيتزم من نفسه وبفضل القرآن اللي هو بيحفظه اللي هو جاي اساسا ليه ولحفظه ربنا الهداية بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله بنقدر نسيطر عليهم وربنا بيعيننا وبيقوينا والاطفال ما شاء الله يعني حلوين ان شاء الله ما شاء الله. طيب انا بقى فتيات وامهات المستقبل باذن الله. اولا عرفوا نفسكم للمشاهدين. ايه اشرف صلاح الديب. هند سعيد جد الله محفظة قرآن وبحاول ان شاء الله ان انا يكون عندي اكتر من بدل 4 خاتمين يوم ان شاء الله 8 يوصلوا ل 20 ان شاء الله وبحاول معهم بقدر الامكان وبوصل لهم بحاول ان انا بوصل لهم المعلومة باي طريقة ان هي توصل لهم وبشجع الطلاب والاولياء الامور على الحفظ ان هم يدعموا اولادهم على الحفظ وما يكسلوش عن حتة حفظ القرآن وربنا يوفق الطلبة والاولياء الامور على حفظ القرآن الكريم يا رب العالمين. طيب انا حابة بقى ان انا اسألك النهاردة ايه اكتر حاجة بتواجهها صعوبة وانت بتحفظي القرآن؟ فهنا ايه اكتر حاجة بتواجهك صعوبة؟ هل النهاردة البداية الطفل مثلا اللي انت بتعلميه هو ده اللي بيبقى اصعب ولا استرجاع المراجعة على القرآن الكريم؟ بصي يا حضرتك يعني تحفيظ القرآن ده حاجة حلوة جدا بالنسبة لان الطالب يكون بيحفظ وكده. الطالب بيحفظ القرآن بسهولة جدا طالما احنا يعني بنوصله المعلومة او بنحفظه باسلوبنا. بس اللي بيدعم اكتر الطالب انه يثبت معلومة حفظه حفظ مامته ليه في البيت يعني
طول ما الاهل بيراجعوا لابنهم على القران في البيت دي بتبقى يعني بيثبت القران اكتر بكتير من مجهودنا. يعني هما بيبذلوا مجهود اكتر كمان من اللي احنا بنبذله. فهي دي الحاجه الوحيده اللي بتثبت تحفيظ القران، مراجعه دايمه، وان الاهل يبقوا نفسهم مهتمين بحفظ القران يعني اكتر من الدراسه نفسها. يعني احنا بنشكرك جدا. طبعا من ضمن بقى الفاكهه بتاعتنا النهارده بصراحه. اولا انت اسمك ايه؟ هبه احمد شير. عندك كام سنه يا هبه؟ خمسه. خمسه؟ اخر كلام؟ تمام. وانت اسمك ايه؟ هنا احمد محمد احمد الشاعر. عندك كام سنه؟ سبعه. اخر كلام؟ مش عايزه تفكري؟ قولي لي يا هنا، انت حافظه قد ايه من القران؟ حافظه، انا كنت في الطارق بس علشان جيت جزء عام. تمام. قولي لي يا هنا، مين بيساعدك في حفظ القران؟ الاولين دول قبلي. القرآن جميل؟ انت عارفة احنا هنا ليه النهاردة؟ ليه؟ علشان احنا النهاردة جايين علشان نشكركم ونصوركم ونطلعكم معنا في البرنامج، علشان انتوا فعلا تستحقوا كده، عشان انتوا ممتازين جدا وبتحفظوا القرآن. مبسوطة؟ عايزة تقولي حاجة يا هبة؟ لا. مين بيحفظك القرآن يا هبة؟ قبل هند وقبل آية. انت بتعملي الشقاوة ولا بتحفظي على طول؟ لا بحفظ. بتسمعي كلام ماما؟ طيب انت ليكي اصدقاء يا هبه؟ طيب تحبي تقولي ايه بقى لاصدقائك اللي هم مش عايزين يحفظوا قران؟ تحبي تقولي لهم ايه؟ احب اللي هم كلهم يحفظوا. كلهم يحفظوا القران؟ بتصلي؟ ايوه. بتصلي كل الفروض؟ مين بيساعدك بقى في كده؟ بابا. بابا وماما؟ وفي نهاية تقريرنا مشاهدينا الكرام، بالقرآن نحيا وبسنة رسولنا الكريم نعيش ونموت. في النهاية بنشكر كل القائمين على الاحتفالية اليوم، ومزيدا من النجاح والتوفيق مع وعد منا بتجدد التقارير الأخرى. فإلى اللقاء في تقرير آخر. يوم في الخير، بكرة أحلى والدنيا لسه بخير. دعوة لمساعدة